تاع من الموت. يا الابطال يا ولاد المجاهدين يا الاحياء يا الاربع الاحرار كلكم بارك الله فيكم كلكم بارك الله فيكم. هذه الشجاعه وهذه هي هذو الربعه قالوا لي ربعه خاوه دار 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 دار, دار. ربعه والخمس فيهم لو لك الشيء ما عجبكش الحال يا ذاك الراجل زين. اسمعوا يا جماعه اسمعوا يا المواطنين اسمعوا يا الابطال يا الشهداء اسمعوا راني نقول لكم هذه هي اخر كلمه هذه هي اخر كلمه واحده لازم هذه اللي يستري دارها يلقيها الوالي وقعكم طالبنا تاعنا لازم يلقيها ولا يخرج بالحبس لازم يلقيها الوالي ولا يخرج بالحبس والله نخرجهم بالحبس والله يا الوالي والله يا وتقول لي انت كيف عم الغدد ما تلحقش عم الغدد تبارك تلحق يا واش تلحق يا الوالي تاع الاقوار واش تلحق انت يا فاطمتنا واش تطلب رئيس الجمهورية تطلب رئيس الجمهورية السيد بوتفليقة إله يقول اصحاب الاقوار قول اشتي اصحاب الاقواط وش اصحاب الاقواط صاير اصحاب الاقواط يطلب المطالب اللي رانا نطلبوا عليها المطالب راه ناس اخرى راك عطيت الدراهم الناس اخرى ما تصحاب الاقواط يا سيد الرئيس والله ما عطيتنا شعره جات ناس اخرى داتها هو وسباب الوالي معاهم اعطيه وسباب والله يا اصحاب الاقواط داتها وشعره يا سيدي احنا ما ندينا والو يا رئيس الجمهوريه يا رئيس الجمهوريه يا متبليقه روح لينا هات انا ابعث لنا الوزاره تاعك يا ابو تبليقة تجي تزورنا هنا وتهرب علينا وتخلي المديبة تاكل فينا هذو راك مدين المديبة تاكل فينا والله يا ابو تبليقة لدينا شعره من عند ولاد الاقواط وحنا اصحاب الاقواط وحنا ولاد الاقواط وحنا اللي تربي في الاقواط وحنا اللي زايدين في الاقواط ولكن والله يا احنا مدينة حية الشيء علينا وكلش ليهم الدولارات ليهم والسكنة ليهم والتاكسيات اللي مامر ليهم وحنا ما عندنا والو احنا عندنا الشيعة احنا عندنا الشيعة ارحل يا الوالي ارحل ارحل يا الوالي هذا الوالي هذا المجرم هذا المجرم اللي دار لنا هذه الفتنة في بعضنا بعض يخرج هو وعطية بتاعه يوكل في المشفي في الليل عمل النهار والسلام عليكم اخذروا هنا يا جماعة هبطها زيد هبطها زيد هكذا كيف تديرون كيف تقولون لي انا فهد عقبوها مشكل واحد يشدها في جيبهم بعثوها ايه بعثوها بيسبوك بيسبوك عدنا
تلعبوا بشباب الاخوات، تلعبوا بشباب الاخوات وبنات الاخوات تلعبوا بهم. والله ما يسمحولكم، والله ما يسمحولكم، والله ما يسمحولكم، والله ما يخافوا، والله ما يخافوا منكم ولا يخافوا الا من رحمه الله. كمل 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 كمل. شيف داير داير رايو، وزلان داير رايو، وعطية داير رايو. رانا متمردين كلهم، رانا متمردين، رانا متمردين، رانا مبني ستة راهم راكدين في مسكن. دور دورها ستة راهم راكدين في مسكن. ما تنساش زايدة في 41 من ذاك الحجاج، من 41 وانا دايرة ملف 12 سنة ملف، وعندي خمسة أولاد عندي، والله رزعتهم وكان عندهم شوية. ما عطاوكش شي حاجة؟ ما عطاوش لا والو، لا طبة تعاون، لا ساكنين في كراج، ساكنين في كراج، وكراج كريم، سبعة في كراج، ربعة في ربعة، حاجة حاجة حاجة. يوميا هنا يوميا، ما تقولي لا كراج كاع كيف كيف، يوميا نطالب الغاء القائمة وراح الوالي. صحيح كلمتين بعد نهضروا كلنا في الدار. الوالي وعقية، الوالي حقرنا، الوالي حقرنا، ما تقولوش خاصنا وخاصنا. الرشوة 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 هل عرفنا في المنتخب؟ الزوالي كاع ما يديش، الزوالي دايما محظور. سبعة في كراج، ربعة في ربعة. واش قال لكم؟ جاتك اللجنة؟ ما جاتنيش، أنا عندي ربع شهور خمسة رايحة جاية ما جاتنيش. نروح يقول لي صبري راه جاتك اللجنة، راه جاتك اللجنة خرج من الزقاق. رانا دوكا في الزقاق، دوكا نقعدوا هنا ما عندناش ديار. الله قال ما عندناش ديار نقعدوا هنا. دارها طاحت عليا. شكرا شكرا شكرا. انا ساكنة في كراج في حي المحافير. محظورين في بلادنا. جات من اللجنة في قصر الفروج، قصر الزقاق المشطيط في كل بلاصة جاهم. داري يا كراج عندي طفلة وطفل. عندي طفلة وطفل وراني مريضة، عندي القلب، راه عندي العملية تاع القلب. في قلبي ديدي لا اله الا الله محمد رسول الله. واش قالوا لك اللجنة؟ واش قالوا لك؟ عندي القلب لوالو ماناش قابلين. ماناش قابلين. الوالي هذا مية في المية لقاو عندي. واش قالوا لك؟ كي رحتي لهم واش قالوا لك؟ يقولوا لي تدي، قلت لك عندك لا ليست ما نلقاش روحي فيه، مانيش حاب، مش عارف علاه، حابه نفهم علاه ما يعطونيش الدبلة وما نزيدش كاع نعطى. ما عندكش معرفة؟ ما عندي ربي، ما عندكش معرفة. عندي ربي، ما عندي حتى واحد، ما عندي حتى واحد، وربعية من الأخوات دوريجين. قلبي مصطفى المجاهد، أنا اللي جيت مجاهد ياه، 7 سنين وأنا دايرة 100 سكن، ثانية الحالة الاجتماعية، راني ضحية مجتمع، وراني أم لطفلة محرومة عندها 10 سنين بنتي تلاوح في الديار، وراني ساكنة قف الديار كل ليلة راني بات في دار، وبنت مجاهد وبوي معوق ذالو 5 سنين معوق لاصق على الأرض، والدار اللي أنا ساكنة فيها مهرمة وكاع ماهيش دار تاع سكنة، وكل يوم رحت لشيف دايرة عندي المراسلة تاعو، جات للوالي، جات الشيف كابيني، ديما نشكى نشكى، ذا دنيا الخطا 30 نقطة في الملف على أساس بنت مجاهد، راه تجيك اللجنة كل يوم رايحة عليهم راني وقت تجيني اللجنة، وقت تجيني اللجنة، والو كاع حية ماهي باين. حتى نلقاو كاع نيسة أخرى عباد أخرى، وحنا يا ولاد البلاد بعدنا نتلاو. هذا الشيء كاع وراكي بنت مجاهد. بنت مجاهد، إيه. بنت أسرة ثورية وراني ضحية أمر مدني. ربي خير ربي خير. ربي خير. خير ربي خير ربي. خير ربي. هيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاين حوايج اخرى كاع مقضي عليكم ما تسمعوش فيها انتم، رانا شايفينها بعيوننا سامعينها من ذهنينا. يا راجل رانا لحقنا الحستر الاعظم، والله ما نديروكش مها كاع على رواحنا، احنا دخلنا على رواحنا درناش حاجه قلب هذا الشيء، قصرناش يا سيدي حسن، احنا ماذا بينا ماذا بينا حيه ما نديروها الشيء، ماذا بينا الحكومه راه ولا زينا، واحنا فرحين بها نفرحوا بكم، نشوفكم ملابسين، نشوفكم عاقبين، نقدروكم، نسلموا عليكم من بعد وقريب، انتم كتافنا ما تخلوش هذا الماء مافيا يحقرونا، هذا راهم حقرونا يا رجع زينا، خسروا بينا وبينكم، راهم خسروا بينا وبينكم،
يا نهار المكرم خسروا بينا وبيكم.